السؤال 27، كن مؤثر وأصل قيمة الرفق لتعالج سلوك صاحب عمل يقوم بتشغيل العمال تحت وطأة الحر الشديد أثناء نهار رمضان، مع إمكانية منحهم مرونة في أوقات العمل، وذلك من خلال قوله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة رضي الله عنه: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. من هو الصحابي؟ ألف: أبو هريرة رضي الله عنه. ب: أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. جيم: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. للمشاركة زوروا موقعنا على الفيسبوك.